ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا. حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها يتلون عليكم آيات ربكم قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم
سلام عليكم طبتم فادخلوها وقالوا الحمد لله نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين صدق الله.